الوزير السابق يوسف السعادي رد في حديث لبرنامج بيروت اليوم على رفض رئيس الجمهورية للمشروع الأرثوذكسي. مستغرب هذا الكلام من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية أول شيء بكلامه عن إنه هذا المشروع مش دستوري. أول شيء في فلسفة الدستور هي المناصفة الحقيقية وهذا المشروع بيأمنها. بعدين دستور مش وجهة نظر. ليش بنخرق الدستور وقت اللي بدنا؟ انتخابه لرئيس الجمهورية كيف كان؟ دستوري؟ ليه ما كان دستوري؟ شو قصدك بهالجملة يعني؟ لما انتخبوا رئيس الجمهورية كان بعده بالخدمة، بعده قائد جيش. اوكي. الدستور وجهة نظر يعني نحن من هون هذا إذا بدنا نحكي من ناحية دستورية الصرف يعني. أما بدنا نحكي من ناحية فلسفة الدستور، فلسفة الطائف قائمة على مناصفة فعلية، أعطوا المسيحيين تنازلات مقابل مناصفة فعلية وحقيقية. هذا المشروع بيأمنه، أي مشروع آخر بيأمنه نحن مستعدين للنقاش فيه. رئيس الجمهورية طرح النسبية ولكن للأسف طرحوا للنسبية مثل كانوا طرحها، وعم بيقول أنه أنا عملت اللي علي، أنا بعهدي رح يتسجل أنه في حكومة رفعت النسبية لمشروع قانون للحكومة، لا لمجلس النواب. لا مفترض إذا كان هو مقتنع بالنسبية مفترض يدافع عنا للآخر، ومفترض أنه يحارب من أجله ويدعي النواب للتصويت عليها ويقنع بعض حلفائه بأنه يمشوا فيها، مش أنه يحاول اليوم يمكن إرضاء لبعض حلفائه بأنه يهجم بهذا الشكل على القانون اللقاء الأرثوذكسي.